القس أرمية مكرم كاهن كنيسة ماري جرج الساحل بشبرا، ومساعد مقرر لجنة الشباب ببيت العيلة. في الحقيقة احنا النهاردة جايين علشان نقابل رجل عظيم، رجل له وزنه وله تقديره وله احترامه. وفي الحقيقة احنا كلنا جايين على ذكرى هذا الشخص اللي كلنا أحبناه، والكنيسة المصرية كلها تأثرت برحيله، لأنه كان له توجه خاص بالنسبة للمواطنة وتآلف الشعب المسيحي والإسلامي مع بعض. ده غير أنه هو كان راجل ذو ثقافة عالية جدا. وفي الحقيقة احنا جايين النهاردة حبا وتقديرا لشخصه الكريم رحمه الله، وعزائنا كله طبعا للأزهر وللأمة الإسلامية كلها والمصر كلها بشعبها مسيحيها ومسلميها. في الحقيقة المحبة هي اللي بتجمع الناس مع بعضها، والفكر المستنير هو اللي بيجمع الناس مع بعضها. فعشان كده كان دكتور محمود عزب قريب جدا للكنيسة المصرية بحبه وروحه الخفيفة وعلمه الوافر الغزير ومحبته اللي كسبت الكل. فعشان كده الكنيسة كلها موجودة هنا بترد جزء من المحبة اللي هو قدمها. وفي الحقيقة مهما عملنا مش هنقدر نوفي حق هذا الرجل.